السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، لو لم تخرجوا من هذا الفيديو إلا بالصلاة على النبي لكفتكم. قبل شوي على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي ضجت ضجة، وهي أنه في ولاية هاتاي راح يصير السوريين يستخرجون شهادة السواقة أو شهادة القيادة أو الأهليات بدون ما يحتاجون انه يبعثون شهاداتهم على التربيه التركيه ويعادلونها بشهاده تركيه، او تصير معادله نوعا ما بالشهاده السوريه والتركيه. اخواني، على كل حال التعميم انا شفته وصورته على الشاشه مثل ما تشوفون، ايضا اخذ الصوره منه السكرين شوت، وايضا اجى بنص القرار او بنشر الائتلاف نتيجه للمساعي التي بذلتها الحكومه السوريه المؤقته مع الجهات المعنيه التركيه. أصدرت مديرية التربية فيها تاي تعميما سيدخل حيز التنفيذ قريبا بخصوص رخصة القيادة التي تخص السوريين المقيمين على أراضيها. وأيضا نص التعميم المذكور على الاكتفاء بترجمة الوثيقة الدراسية ومصادقتها من قبل النوتر، وهي شغلة معروفة عند السوريين إيش هو النوتر وما هي النوثرة، كورقة من الأوراق المطلوبة ضمن الاستمارة المقدمة إلى مديرية التربية التركية لنيل رخصة القيادة. طبعا بعد ما تعدلها بعدين توديها على شهادات السواقة، راح نجي بالكلام هذا بالتفصيل. كما ستواصل الحكومة السورية المؤقتة مساعيها ليتم اتخاذ نفس الخطوات أو نفس الخطوة في باقي الولايات التركية أيضا، غير مجنسين الذين يحملون صفة اللاجئ أو بطاقة الحماية المؤقتة التيجي أو اليابانجي كيملك. لما كان احد منهم عنده سياره او حدا بده يستخرج رخصه قياده حتى يقود سياره او يشتغل عند العالم او حتى يقود سيارته اللي هي ملكه، كان يحتاج الى شهاده تعليميه سوريه، طبعا تكون شهاده تاسع وما فوق، ما دون ذلك ما تقبل، يعني تاسع بكالوريا ومعاهد وجامعات لسه ممتازه. فايش كان يسوي؟ كان يسوي يرسلها عن طريق البتتة اللي هي مؤسسة البريد التركية، او عن طريق مكاتب الشحن معروفات، يعني هي بالنسبة للسوريين مكاتب الشحن ايضا التركية، فكانت توضع بزرف الشهادة السورية التاسعة والبكالوريا، توضع بزرف وترسل الى عينتاب الى مركز الائتلاف الكبير، وهناك كان يتم تصديق الشهادة اذا كانت طبعا حقيقية شهادة، ما لازم تكون مزورة لانه هناك راح تبين انها اذا كانت مزورة ولا حقيقية. فبعد ما انت اليوم مثلا، انا راح اتحدث عن ولايتي، ولايه شانلي وورفا، اليوم انا بدي استخرج شهاده قياده، فتكون عندي شهاده تاسعه او بكالوريا او معهد او جامعه، احطها بزرف اروح على البتتة او على شركات الشحن التركيه، اعطيهم عنوان الائتلاف او العنوان المكان اللي بدي تروح عليه هاي الشهاده، شهادتي اللي هي بالزرف، وارسلها لهم. هناك بعد ما هم يصدقونها يرجع يرسلوا لي بزرف على نفس المكان اللي انا ارسلتها منه، فترجع لي على الشعبة مثلا إن كانت عن طريق البتة، ترجع على نفس شعبة البتة يلي أنا أرسلتها منها. بعدها الزرف ما أفتحه لأنه راح يكون مكتوب فوقه لا يفتح هذا الزرف تحت أي ظرف، تحمل هذا الزرف وتروح فيه على التربية التركية، تعطيهم هذا الزرف، بعد فترة يحددوا لكم طبعا موعد أو رندوة تقال باللغة التركية، يحددوا لك رندوة، تجي على هذا الموعد على هاي الرندوة، يعطونك شهادتك تكون معدلة على يعني شهادة تركية ذات قيمة تركية، بعدها حتى تقدر تروح تقدمها المدارس القيادة ومدارس السواقة، لأنه ما تقبلك بالشهادة السورية نهائيا إلا لحتى ما مديرية التربية تصدق لك على شهادة، وشهادة هاي التركية ما راح تصدق عليها إلا تكون جاية عن طريق الائتلاف. واللي صار بولاية هاتاي هو ايش الجديد بالموضوع؟ الجديد بالموضوع يا اخواني ويا احبابي يا عبد الله، الجديد بالموضوع انه بدل ما صارت كانت تروح على التربية التركية وتتصدق ويعطوك شهادة عليها، هي الخطوة التغت، يعني يكفي انه تترجم شهادتك العلمية التاسعة او البكالوريا او الى ما ذلك وتروح على مكاتب النوتر، نوترها تصدقها، بعدها تروح على مدرسة القيادة تقدمها وتتم قبولك بكل أريحية، يعني حتى تروح ترسلها على ائتلاف، وبعد الائتلاف تروح على مديرية التربية، ومن مديرية التربية تروح تاخذ موعد تروح تستلم شهادتك التركية. هاي هي التغت، يعني العملية أصبحت ترجمة ونوترة فقط. المعلومات أنا شفتها وهي حقيقية، هو القانون يعني سيعمم على أساس، وعلى أساس أنه هذا القرار سيتطبق، فمدى مصداقيته هل الكلام صحيح ولا لا، سيطبق او سيرفض، هذا اللي انا ما اقدر اعرفه ولا احد غير يقدر يعرفه. الائتلاف حكى بالموضوع، وشفت ايضا نسخة، حتى عندي صديق يشتغل بس استخراج شهادات سواقة ارسل لي صورة من القرار، راح احطها على الشاشة بجنبي مثل ما تشوفونها.
هذا الصورة أيضا هو أرسل لي، لكن قال لي ما تطبق شيء نهائيا، واليوم العالم كثير عالم حكت معي بهذا الموضوع، لكن ما في أي شيء جديد حاليا مثل ما كان الوضع. يعني ما زال الخطوات هي مثل ما هي، ما زادت ولا نقصت. القرار طبعا سيعمم، ما قلنا تعمم، سيعمم، وإن شاء الله يعمم حتى تستفيد أكبر قدر من الناس من هذا الموضوع، لأنه كان فيها مشقة على الناس. أولا أن يكون انتهينا فيديونا لهذا اليوم، لا تنسونا مصالح دعائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.